صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 47 لسنه 2021 بتعيين مديرين في هيئه البحرين للسياحه والمعارض جاء فيه. يعين في هيئه البحرين للسياحه والمعارض كل من السيد سنان علي ناصر محسن مديرا لاداره الرقابه والتراخيص. السيد علي احمد عبد الله ضيف مديرا لاداره الموارد والمعلومات.